فالنبوة عقلا ممكنة. واحد يقول لي ما اهتمش كثير بالعقل ومش دارس فلسفة عقلية، أنا رجل علم أحب العلم، مغرم بالعلم، مغرم بالعلم. ماذا؟ العلم يقول النبوة ممكنة، النبوة ممكنة علميا، المنطق العلمي النبوة ممكنة. كيف؟ كيف جواب هذا السؤال؟ هذا وصل أيها الإخوة أوصلة لخطبة الجمعة السابقة، لأنه بعض الناس تساءل، أنت حدثنا إيه عن البسي، علم البسي هذا طبعاً لفظ اليوناني. الآخرون خلص اصطلحوا يقولوا ساي، ساي يقولوا ساي ما عندناش مشكلة يعني، وسايولوجي علم الساي ما في مشكلة، لكن لفظ الحقيقة هو بسي. علم البسي أو علم الساي أو السايولوجي، إيش دخل هذا بالنبوة؟ له دخل كبير، له دخل كبير، وأنا تحدثت عن هذا لأنه إيه أردت أن أربط بين هذا الحقل من حقيقة من حقول العلوم وبين ظاهرة النبوة، إمكان النبوة غير مستحيلة علمياً، طبعاً عقلياً قطعاً غير مستحيلة، لكن علمياً غير مستحيلة، ممكنة بطريقة أو بأخرى. ليه؟ بعض الناس إخواني وأخواتي ممن يشككون في النبوات يأتي لكي يقول، يورد هذا التساؤل، يقول طيب أنتم في الأديان التوحيدية يهود نصارى مسلمون تتحدثوا عن إله شخصي يتواصل مع الأنبياء عبر واسطة اسمها ملاك إيه؟ ملاك الوحي، جبريل مثلاً عند المسلمين اسمه إيه؟ جبريل عليه السلام، تمام؟ إيه هذا صحيح نؤمن به وينطق به الكتاب. إيه قال لك هذا مستحيل علمياً. مستحيل علمياً؟ إيش دخل؟ كيف؟ ليه مستحيل علمياً؟ إيه قال لك لأنه الآن الكون كما إيه؟ نعلم، وقد يكون الكون الذي ندرسه هو فقط حدود السماء الدنيا، حدود السماء الدنيا، وقد يكون غير ذلك. على كل حال هذا نصف قطره يا إخواني مختلف فيه الآن. بعضهم يقول 27 مليار سنة ضوئية، نصف القطر 27 مليار سنة، يعني الضوء يقطعه في 27 مليار سنة، وبعضهم يقول أقل بعضهم يقول أكثر، خلينا نقول إيه في الحدود مثلاً 20 مليار، نصف القطر. طيب ما المشكلة؟ إيه قال لك عشان جبريل لو افترضنا الكون كله، الكون كله سقف هذا الكون المحسوس هو إيه؟ هذا الكون الذي يدرسه علم الكونيات وعلم الكون كوزمولوجي. معنى ذلك علشان جبريل يأتي من خارج هذا الكون المحسوس بده 20 مليار سنة، لأنه جبريل مش حيقدر يكون إيه أسرع من الضوء، وهو ضوء، هو ملك، والملائكة خلقت من نور، يعني سرعته حتكون سرعة إيه؟ سرعة الضوء، هكذا هم يفترضون. إيه بقى 20 مليار سنة؟ يأتي واحد طبعاً درس شوي في الفيزا وشوي في النسبية وفاهم ومش فاهم، يقول لك لا هذه سهلة، أينشتاين حلها، لأنه زمان هذا الجسم المتحرك بسرعة الضوء أو قريب من سرعة الضوء حيتباطأ كثيراً جداً جداً، وإذا تحرك فعلاً بسرعة الضوء وهذا مستحيل طبعاً في النسبية، فالزمان حيتوقف تماماً، الزمان حيتوقف إيه؟ تماماً. مش حنبررها، معروف كيف تبريرها إيه في النسبية العامة. معنى ذلك أنه جبريل لا حيقطع هذا كله في لا زمن. جاوبك الملحدة يقول لك المشكلة ليست في جبريل، المشكلة في محمد، هو كوكب محمد. جبريل أيوه حيروح ويجي في صفر زمن، بس حيكون مر على الأرض 20 مليار سنة. زمان محمد ما بتوقف، زمان جبريل بتوقف فعلا، يعني الشغلة هذه بتفتن المخ معناها. مسألة من السهل، أنت طبعا الإنسان البسيط اللي مش دارس علم وكذا يقول لك إيه عملية سهلة، هي الكون وجبريل بيطلع وبينزل، مش فاهم حاجة هو. الفكر بطريقة علمية يقول لك لا يا حبيبي، هذا ما بيتحرك آنيا جبريل، بيتحرك بسرعة الضوء، وهذا بده منه 20 مليار سنة لما يصعد، و20 مليار هذا حد أدنى، لما ينزل بكون مر على الأرض 40 مليار سنة. وين محمد؟ وين الوحي؟ وين الكلام هذا؟ أنتوا تفكروا السماء والأرض حسب التصور البسيط الطفولي النبوة هذا والأديان عندكم إيه كأنه إيه 100 كيلو ولا 20 كيلو متر وطالع نازل وسهل، العملية مستحيل علميا. أوه تخبط رأسك أنت، فعلا أول مرة أنا السؤال هذا أسمعه، هذا قضية متحير طبعا، هذا على أساس إيه؟ اعتراض علمي. ولذلك اقتراحي أنا بفضل الله، هذا اجتهاد شخصي أنا، قلت لا علينا نعرج على إيه؟ على السيولوجي هذا، على علم البسي. كيف؟ إيش علاقة الساي بالنبوة؟ كيف يمكن نفسر إيه ظاهرة إيه جبريل وكذا بالظاهرة؟ ما قلنا سهلة جدا، إذن جبريل مش شرط بالمرة يا أخواني يخضع إيه لمبدأ المحلية، تمام؟ مش لازم إيه، لو تعاملت معاه مثل أي شيء مادي كالذي يسخر منه في رأي راسل
حتقع في ديليمات ومفارقات كبيرة لو تعاملت معاه من خلال بعض مبادئ الكم ومن خلال علم الساي هذا والسيولوجي. حتقول لا جبريل عادي ممكن يروح ويجي في لا زمن، وما تقول لي 15 مليار و 20 مليار ما في منه هذا، هذا كله بحسب الساي لا يشتغل، صح ولا لا؟ لا يشتغل ما في. ومن هنا يكتب العالم الذي أخذ نوبل مرتين في الفيزيولوجي والطب أليكسس كاريل، طبعا العرب بيعرفوه منيح من 60 سنة، ترجم كتابه الأعظم، له أحسن كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، مان ذا أنون، الإنسان ذلك المجهول، مترجم من 60 سنة عند العرب، كتاب ممتاز، ماهر فريق فريد شفيق ترجمه. إيش يقول؟ يقول إن فرضية أو إن عفوا اعتقاد انحصار الإنسان في الزمان والمكان ليست أكثر من مجرد فرضية. قال هذه فرضية، الإنسان مزة هيك، الإنسان فيه أشياء، مش هنقول فيه مكونات، فيه جواهر، فيه أشياء، فيه شيء معين، حتى معنى معين يتعالى على الزمان والمكان، لا يخضع لقيود الزمان والمكان. تعرفون القصة المشهورة أيها الإخوان، صدقت أم لم تصدق، الآية موجودة متواترة بفضل الله والمعنى لائح وواضح. حين سأل النبي عن ثلاثة مسائل فقال لهم غدا أخبركم، غدا أخبركم، فراث عليه الوحي واختلف في مدة إيه؟ تخلف الوحي أو تأخر الوحي. وأنزل الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، في سورة الكهف. تمام؟ هذه الآية وهذه الحادثة ومثل هذه الآية عشرات الآيات، كل الآيات التي تؤكد أن النبي مجرد بشر يوحى إلي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ها؟ تمام. كل هذه الآيات تؤكد معنا أيها الإخوة كم هو واضح، كم هو مهم وعميق جدا، أن النبوة ليست استيحاء بل هي وحي. فرق كبير بين استيحاء وبين وحي. ولذلك انتبهوا الآن، انتبهوا الآن تماما، لو كانت النبوة استيحاء يمكن حتى أن يطلب إخضاع هذه الظاهرة. طبعا هو الحين ما فيش نبي، وبين قوسين كمان بيهمني أحكي الكلام هذا، كثير مهم جدا أنه ما فيش نبي لكي نجيب للأسف عن شبابنا أيضا. أنا كم يتصلون بي يسألون هذا السؤال وأنا أستغرب يا إخواني، يجب أن يكون لدينا شوية عقلية تركيبية وتفكر وتربط الأشياء ببعضها. يا أخي يقول لك النبوة قوة خيال مثل ما قال باروخ سبينوزا، محمد عبده حتى للأسف الشديد، والقوة سير سيد أحمد خان في الهند، والنبوة يا رجل يا أخي الله يخليك. النبوة اصطفاء إلهي وهي وحي وليست استيحاء، بمعنى في الأخير جوهر النبوة هو إيه؟ اصطفائي وهبي وليس كسبيا، ما يقدر واحد يخلعه نبي، يستحيل. إذا الغيب ما اختاروش ليكون نبيا والله ما هو صاير. عندنا برهان احنا المسلمين بفضل الله من اجمل ما يكون ومن اقوى ما يكون، اين نحن منه؟ لما الله قال ولكن ايه رسول وخاتم النبيين، الله قال سكرنا الباب هذا، احنا سكرنا، مش حنبعث بعد اليوم نبي. قل لي بالله عليك 1435 سنه الان اجى نبي بعد محمد وقدر يثبت جاء متنبئون كذبا؟ مسخره اصبحوا، مسخره، مسخره للزمان وللناس. طبعا اعتراض مسيلمه وامثال مسيلمه كلام فارغ، بدي نبي، انا نبي مثل موسى عيسى محمد هيك يصير الرابع تبعهم، ما في ولا يمكن، ما حصلش. وهذا باكد لك ان النبوه في الاخير ايه؟ وهبيه مش كسبيه. وجوهر النبوه كما قلت لكم ليس استيحائيا بل وحياني، هو وحياني، جوهر وحياني يوحى اليه. وانتبهوا وفي يعني ليس متماثلين، فرق كبير جدا بينهما. النبي حين يستوحي قد يوحى اليه وقد لا يوحى اليه، صح؟ تماما. ممكن يدعو يستجاب لي، ممكن لا يستجاب لي، ولا من الصحيح في اشياء طلبها الله قال له ما اعطيك اياها، ما نعطيها، قال فمنعنيها، ايه يمنع والله يقول له ما بقدر. في مقترحات النبي فهم المنطق، هذا النبوه عرفه منيح من اول ايامه في مكه، اعمل لي هيك او هيك او هيك او هيك او هيك، قل سبحان قال الله، الله قال له قل، تعلم احنا بنعلمك، نعلمك قوانين النبوه، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. ما يستفي هذه الرسالة الوحيانية في الوحي، وإيش جوهر الرسالة هذه؟ إن هي وحي مش استيحاء، مش أنت اللي بتطلبه بصير، لكن اللي إحنا بنفرضه عليك اللي بعث لك إياه أنت ما تقدرش إيه؟ ما تتلقاه، وحتتلقاه رغما عنك. فالنبي لا يستطيع أن لا يتلقى إيه؟ لا يستطيع أن لا يتلقى وحي السماء، ما فيش، لما يأتي الوحي بده يتلقاه، ما في كلام رغما عنه. لذلك بكون على ناقة تبرك فيه الناقة، بكون قاعد تثقل إيه؟
عليه المسألة جداً ويشعر الآخرون بأنه ثقل عليه ويصير في حالة غريبة عجيبة ما يقدرش، لكن لما يستوحي أي ممكن يستجاب له ممكن لا يستجاب له، واضح؟ هذه مسألة مهمة جداً عشان نقدر إيه نعرف معايير اختبار. إحنا لسه لحدنا في البدايات، هذه بدايات الموضوع، ها كيف بدنا ندرس الموضوع علمياً بطريقة علمية دقيقة يا إخواني. هذه بدايات الموضوع. التمييز بين النبوة كوحي والنبوة كاستيحاء مهم جداً لاختبار صدقية النبوة.